السلام عليكم ورحمة الله. رغب الله عز وجل عباده في الإنفاق في سبيل الله وحثهم عليه، وضرب لنا أروع وأوضح مثل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما أعظمك يا رب وما أكرمك، ولكن هل كل إنفاق في سبيل الله يرجى منه ثواب؟ وهل كل إنفاق في سبيل الله محمود؟ أم أن للإنفاق في سبيل الله شروط؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا بد من 4 شروط: النية، لا بد أن يكون الإنفاق خالصا لوجه الله، لا بد أن يكون الإنفاق في سبيل الله لا غيره، ولا بد أن يكون المال طيب من مصدر حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم لا يتبعون ما أنفقوا من خيرات من ولا أذى. وللأسف الشديد يقع كثير من الناس بعد إنفاقهم في سبيل الله في المن والأذى. فما هو المن وما هو الأذى؟ المن أن يتطاول المنفق على من أنفق بإنفاقه بالقلب واللسان، وأن يتفاخر المحسن على من أحسن بإحسانه فيقول له متفاخرا: لقد أحسنت إليك وأنقذتك من الفقر، أو يقول له: أعطيتك وأنقذتك من الفقر فلم تشكر. وهذا أقرب بمن يقول: أنت زي القطط تاكل وتنكر. بل أن هناك من يستغل حاجة الناس ويقول: ما أشد إلحاحك، خذ خلصنا الله منك. ومن الناس من يعبث في وجوه الناس ويقول: خذ لا بارك الله فيك. وهذا أقرب بمن يقول من العامة: حار ونار في جدتك. وهناك من ينفق في سبيل الله وبعد سنوات يأتي بمن أنفق عليه ويقول له: أنت فاكر لما أنفقت عليك وأعطيتك؟ وهذا قليل من كثير من أنواع المن، والذي يبطل ثواب الإنفاق في سبيل الله ويحول العمل الصالح إلى كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثم ذكر منهم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. قال أحد العلماء: لئن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه تريد وجه الله فلا تسلم عليه. والخلاصة من كل ذلك: إما أن تعمل الخير وترميه في البحر، أو لا تعمله ثم تمن به. والأذى أعم من المن، ويشمل كل قول أو فعل أو مجرد إشارة يشعرك بالتفضل على من أنفقت عليه. وهل هناك أكثر حمقا ممن يحول الطاعة الخالصة لوجه الله تعالى إلى كبيرة من الكبائر بنظرة أو كلمة؟ ومن 7 الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه. فأولئك الأخيار الذين ينفقون في سبيل الله من أموالهم
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم اللائق وثوابهم العظيم عند ربهم، ومن كان أجره عند ربه فليطمئن، فقد وقع أجره. ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة وأهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في هذه الدنيا وزهرتها، فحصل لهم الخير واندفع عنهم الشر، لأنهم عملوا عملا خالصا لوجه الله سالما من المفسدات. جزاكم الله خيرا. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.